يكون عندنا طلاق، كيف ممكن الأهل يعلموا أولادهم بخبر الانفصال؟ إجمالاً الأهل بيلاقوا صعوبة بهيك موقف إنه يلاقوا كلماتهم ويعرفوا شو لازم يقولوا لأولادهم. من الأمور المهمة اللي لازم نوقف عندها هي توقيت هذا الخبر. أفضل وقت هو وقتها من بعد ما نكون أخذنا القرار الانفصال وبلش القرار بده يتفاعل وبده يكون له تداعيات. هون مهم نخبر الولد قبل ما هو ينصدم ويكتشف لحاله انه اسرته عم تنهار ويعمل شوك او صدمه. مهم انه بهاللحظه الاهل يجتمعوا مع بعضهم اذا ممكن، يجتمعوا ليخبروا اولادهم، لانه الولد بهيدي المرحله كثير مهم يشوف انه اهله بعضهم قادرين يجتمعوا حول الامور الاساسيه، الامور الاساسيه يلي من ابرزها هي الاولاد. والولد هيدا الشيء كثير بيريحه وبيعطيه شعور بالامان.